اوكي صافي، مرحبا اخوتي. المهم اللي عنده شي سؤال، عنده شي استفسار، شي حاجة على دروب شيبين اون جينيرال، الاي كوميرس، مرحبا يقدر يسول باش نبداو هاد اللايف يكون بخير وعلى خير، مبقاوش نضيع الوقت غير هكاك. يوسف انا صابر اخويا، باش نديرو كلشي او ميم طون، كلشي بعدي وكلشي كيسول، كلشي عنده اسئلة، كلشي عنده أسئلة، كيدوزو البريفي كيسولو بزاف، كيشيو اللايف ما يسولكش، ما عرفتش واش اللايف البريفي. البريفي راه حاجة شخصية، خاص تعرف بنادم تبقى حاجة شخصية، يعني يقدر داك الشخص يجاوبك ولا لا. كيفاش كيدير اللايف سبب راه باغي يجاوبك، يعني باغي يخدم معاك، وكنت انت في شكل بيسكو شتي النوتيفيكاسيون ديال اللايف خاصك تدخل ليه الا كنتي باغي تزيد في الدومين. ما خلينا حنا ما تفرجنا في اللايفات، سواء بالانجليزي سواء بالعربيه سواء بالشلحه، نتفرجوا اسيدي، حنا خصنا نتفرجوا ونستافدوا. المهم هو نستافد، يعني انا بعض المرات كتكون هذاك اللي كيشرح لك وحالته عنده لغه حالته ما كتفهمش بزاف، ولكن انت بويسكو انت عينك في الهدف، ما عينكش في ديك الوسيله باش كيشرح، كيهمكش كتدخل كتفرج كيستافد الحوايج. يعني الاساس عندك هو انك تتعلم، يعني ماشي انك لا هذا ما عجبنيش ما نتفرجش ليه، لا هذا كنكون هضره. انا بزاف عرفناهم صراحة، الله كينصبوا على عباد الله كيبقى يخربق، عطاتو كامله تخربيق، ولكن المهم كتلقى بعدا كوميم شي حاجه كتستافد منها، شي حاجه كتيفيتيها. غير الاسئله ديال بنادم نورمالمون تتعلم منها، غير الاسئله، هذا سول الاخر جاوبه، شوف هذا الجواب، تعال شوف شو جاوب الاخر، صافي هكذا خدامين. ما بغيناش هنا الدومين صراحه يكون احتكار للناس، ولكن عاوتاني بزاف كنصحك يقول لك لا ما تبقاش دير، ما تبقاش تخدم، صداع الراس وكتضيع وقتك اخي ايوب. وفريمو ولا جيت تشوف راه فريمو كيقول لك راه فيهم بزاف الخدمه والفايده، وانا راه فريمو ما عارفش وين كيبان هذا الشيء راه بزاف. ترى الله لا الله واخا. السؤال هو كيفاش نحسب الاقتطاع ديال جميع التحويلات تاع اي باي وعلي اكسبريس والبنك تا هو، باش ملي نشري من علي اكسبريس خاصني نكون داك البرودوي حاطه في اي باي ودير شحال غنربح. فوالا، المهم ناخدو مثال ديال شي ايتم مثلا. هانت انايا واحد الوقيته كنت كندير 20% اقتطاعات، ناخدو هاد الاقتطاعات شنو هما، غادي ناخدو 20% راه اكزاجيراسيون، يعني راه واحد ماشي اغوندي، راه اكزاجيراسيون. مثلا عندك مثلا واحد البرودوي دير 10 دولار، ياك غادي دير انت غادي تبغي تبيعو ب مثلا ب 20 دولار مثلا، نورمالمون 20% من هاديك ال 20 دولار غادي تمشي فيس، حسبها انت فيس، حسبها قطع منها كل شيء، اي حاجه كتصور في بالك قطعها منها، فهمتيني؟ غتقطع منها مثلا درتي اي حاجه الله يجعلك ما عاد شنو دير ما عاد اللي كان، وعاد غتزيد عليها الربح ديالك. هي هي فريمون كتكون منافسه كبيره، ولكن المهم حاول انت تلعب على هذا البوان هذا، يعني 20% مثلا باغ اكزومبل. عندك ناخدو 10% ديال اي باي، ناخدو 4.4 ديال باي بال، ناخدو 0.36 ديال باي بال نيت، يعني هادو الناس اللي خارج امريكا، الناس اللي في امريكا راه 2.2. نحيدو الا درتي واحد ترونسفير مثلا ديال الفلوس من فلوسك للبنك، نحيدو عاوتاني. المهم جميع داكشي اللي كيبان لك نتايا حيدو، يعني دير 20%، 20% انا كنلقاها مزيانة. هي شوف يا نورمالمون لي جيت تشوف راه 16% راه كافية، ولكن انت سيدي دير 20% باش جميع الاقتطاعات اللي غادي تكون، جميع الاقتطاعات كيف ما بغات تكون كتحسبها انت، يعني كتدخلها، يعني باش من بعد صافي يقدر يكون فيها حتى الربح ديالك، ولكن المهم انت دير البروفيت بوحدو. مثلا باغ اكزومبل بعتيه ب 20، قلنا ايتم ب 10 دولار، بعتيه ب 20 دولار، غتقطع لك واحد 20%، صافي دير 4 دولار، تبقى لك واحد 6 دولار ربح،
يعني 6 دولار ربح، تقدر ديك الساعة داك الربح بغيتي اسيدي انت غير. هو نقولكم واحد القضية، اش كيديروا الناس في المراكنة واش كيديروا جميع الناس اللي كيخدموا دروب شيبين، كيبدا واحد الايتم باش يترانكا، يعني داك الايتم باش يترانكا وباش يتباع كيحطو باش يخدم. اش كيدير ليه مثلا انايا بادي تهضر على الكاش باك، علاش الكاش باك وكان انسيستي على الكاش باك. المهم هو مثلا غادي يشريه تقام عليه ب14 دولار، يعني بالفيز بكل شيء كيحطو ب14 دولار، يعني 14 دولار باش كيحطو، يعني ارخص ثمن كيكون ديالو. حتو كيبيع البياس الاولى البياس الثانية، حتو كيبيع 2 بياس 3 بياس كيزيد الثمن. كاينين تولز كيديروا هاد القضية هادي، تولز التوز هادو كيديروا هاد القضية، كيبقى يزيد لك شوية بشوية شوية بشوية. المهم باع جوج برودوي ثلاثة كيزيد الثمن، ما كيعيقش عاوتاني، كيبدا يزيد، والناس كتشري اون ميم طون، حيت كلما انت بعتي كلما الالغوريثم ديال ايباي كطلعك انت في الوالة. يعني كيشيرش شي واحد مثلا على شي ايتم كيف ما بغى يكون، كيشيرش كيف ما بغى يكون على داك الايتم ديالك، غير كيديرها في الريشيرش صافي كيقلب، يعني كطلع له انت حيت انت بيعي بزاف. راكم لاحظتوها وقت ما كتشوف شي حاجه كتلقى شي شينوي يبيع شي 1000 بياسه، كتطلع مع كتطلع لك بلي راه بيع 1000 بياسه، هذاك ديما كيطلع ما بين الوالا. وشوف انت فاش كتجي تشوف شحال من غوشيغ غسيلته، كتلقى مثلا 1 مليون ايتم هو طالع من الوالا، هذاك راه ما عمرو ما يحبس عنده البيع، يعني خدام صيف وشتا وخريف وربيع خدام، حيت هذاك كيطلع من لي غيزولتا. فوالا كيفاش تجيري تحولات البري في امازون. انا سا ديبون، يعني هنايا سا ديبون النيفو ديالك والنيفو ديال المداخل عندك. المهم في البداية صراحة الله كيف كنت كنجيري انايا، وباقي كندير على الطريقة هذه. الا حطيت شي ايتم مانيويل، يعني حطيته مانيويل ما كاين لا توز لا والو، كنشدو مثلا كنشد هذيك الادريس ديالو، غندخل لامازون او لعلي اكسبريس ولا شي سبلاير هزيت منه، كنشدو مثلا كنشدو كنخليه في الفافوري، يعني في الفافوري ديالي كندير له نجمه، راه تكون كتعرف الفافوري كيولي نجمه، كندير له دوسي. هذه طريقه خاصه بيا، كل واحد وشنو الطريقه ديالو. كدير له مثلا واحد النجمه كدير له في الفافوري، وكدير دوسي سميتو مثلا باغ اكزومبل امازون، يعني جميع الايتم اللي عندك تحطهم في داك الدوسي امازون، واحد 30 ايتم ولا 40، 30 40، وانت غادي كدير لي دوسي. كيفاش تجيري هاد سميتو هانت، كل نهار تحاول تدخل او لا يومين، وانا على حسب الخبرة اللي كنعرف انا، هو لي برودوي الاثمنة ديالهم ديال امازون كيتغيروا غالبا في المناسبات بحال دابا الكريسماس مثلا الكريسماس مثلا اش كنقول، وديما كيتزادوا هما تا هما تيقلبوا على ربح بحالهم بحال ايباي، و يا اما كيتزادوا يا اما كيديروا كوبون، يعني يقدر يزيد ويدير لك تحته كوبون. هاد اللعيبه ديال كوبون، يعني واحد اللعيب كيقول لك كوشي على كوبون باش تربح 15%، ديما كوشي عليها انت يا باش تربحها، راه ما كتخلص عليها حتى ديال. المهم بحال هكا صافي، يعني كنبقى هاد مثلا هاد دوز هاد النهار، غدا عاوتاني نشيكي، وغدا وبعدو بعدو وهي خدامه. المهم هذه هي الطريقة المانيويل، هي متعبة ولكن انت بويسكو ما عندك ما يدار ديرها، وما غاديش تقدر تجري واخا هكاك، ما تقدرش تجري واحد 400 ولا 500 ولا 1000 ولا 2000 ايتمز، ما غاتقدرش، غتولي في المشاكل وتولي عيان وتولي كاره الدومين، يبقاو يجوك اوردرز وديما انت خاسر. هذا هو المشكل، يعني كنشوف واحد الصديق كان ديما كياكل العصا في هذه القضية هذه. المشكلة كاين البلان خور، كاين مثلا تولز، مثلا تولز سيبا واش كاين شوب ماستر مثلا، كاين تيسيت شوب ماستر بعدهم بالنسبه للناس اللي خدامه امازون تبعد من شوب ماستر، لانه هاد لوبسيون هادي ما كايناش عنده مع امازون، كاين على حساب علي اكسبريس، وصل علي اكسبريس ما كيزيدوش في الاثمنه، يعني الثمن كيبقى هو. كاين يا بالي يكراك ا بي دو زل او، كاين دي اس ام تولز، كاين اوتو ديس اوتو دروب شيبين، هذا زوين هو اللي باش خدام انايا، كيعطيك واحد لوبسيون ديال مثلا فاش تجي تحط لي برودوي يقدر تحط 50 برودوي في دقة واحدة، وكيعطيك لي برودوي لي هوت يعني لي خدامين. مثلا هي انت كتشري هذيك لوبسيون، هذيك لوبسيون في تولز اون جينيرال كتشريها، يعني كتخلص عليها.
يعني باش كتخلص عليها كيعطيك مثلا تقدر انت اللي عندك ليميت وعندك ستور وباغي تعمر عمر صاحبي، يعني عندك واحد ستور مزيان ماشي تقول لي انت عندك ستارتر وباغي تعمر بيه، ولا عندك خص يكون عندك شي ستور مزيان. يعني مثلا البازيك باغ اكزومبل كتاخد كيجبد لك مثلا يا اما كيليست لك مثلا هادوك لي برودوي اللي مثلا ديال اللي تباعو 3 المرات في الشهر، اللي تباعو 6 المرات في الشهر، اللي تباعو 8 المرات في الشهر، سا ديبو يعني هو. وكتخلص على هاد لوبسيون هادي ما عقلتش شحال كيعطيك مثلا 1000 ايتم مثلا ولا 1000 الكريدي. المهم تقلبوا على هاد البوان هاد الاوتو دي اس، قلبوا على اوتو دي اس وكتخلص على شي 13 دولار، واقيلا 10000 كريدي كيعطيك 13 دولار. زوينة الصراحة تستحق. شحال من مرة انا كنحط ايتم في الليل لا غد ليه الصباح كنلقاه كيتباع، وانا كنتباعهم بسميتو كما كيقولوا كنتباعهم ماشي هو اش كيدير، كيهز لك الايتم كيحطو عاوتاني وكيبدا فوق تما يطلع الايتم ولا يهبط او لا ولا ادون ايتم او لا شي حاجه بحال هكا كي او لا تغير الثمن او لا خرج من ستوك ولا المهم نقص فيه ستوك، كيدير هو اوت اوف ستوك كيخلي لك زيرو في الايتم ديالك، يعني انت ما عمرك ما طيح في اوت اوف ستوك. هادي مش زوينه. المهم هذا صراحة الله زوين كنخدم بيه مؤخرا ولا مزيان صراحة الله مزيان، يعني كتليستي بيه ما كاين لا مانيوال لا والو، ولكن اش كندير من بعد كنرجع كنعاوتاني كنشوف هذوك العناوين اللي حاط لي متى كيهز ليا نفس العنوان اللي كاين في امازون كيحطو في اي باي. بالنسبة لي انا باغي نوبتيميزي العنوان كنرجع عندك العنوان كاوبتيميزي، مثلا يا اما الا كان ناقصها شي حاجة الا كان هز لي سمية ستور الا كان بزاف ديال الحوايج كنبدل شويه تصاور ما كنقيسهمش، كيعطيك التومبليت فابور. بالنسبه حتى لهذيك القضيه ديال اوتو اوردر، يعني كيجيك اوردر كيمشي كيشري لك الراسو كيدوزو، كاينه هاد القضيه فيه حتى هي بيونت. كاين اش كيقولوا له بالنسبه الى كان امازون كيعطيك بعد ما تراكي النمبر ديال امازون كيرد لك بلوكير، يعني كيردولك مزيان مزيان صراحه الله مزيان. قلبوا وغيفيدكم. كاين واحد عاوتاني ولكن غالي شويه سميتو ايزي اي ان سي، ايزي ان سي ان سي، هذاك ايزي ان سي شويه غالي ما تنصحش بيه الدراري، ما عمري ما خدمت بيه شخصيا يعني باش ما نكذبش عليكم، يعني ما عمري ما خدمت بيه. هاد اوتو داس كنت داير فيه تريال في الاول كاع كنت داير تريال صافي، كنت داير تريال ديالو شنو هو كيعطيك 100 100 ايتم تحطو بواحد دولار، يعني 100 ايتم بيه المهم بداك الشي كامل ديالو. هذا هو كيفاش تجري تحولات البخي في امازون، يعني بديتي كتربح شوية نجيبكم الصراحة، بديتي كتربح شوية دوز للتولز من غير انايا. بعض المرات كان ليستي مانيو كيعجبني مانيو، لا نقول لكم علاش كان ليستي مانيو حيت كنخدم السيو وكنخدم السيو ديال ايباي باش حتى البرودوي دغيا كيبان، وكيكونوا مثلا تهزو مع شي سبلاير الخدمه ديالك كتهز مع شي سبلاير وهذاك السبلاير ما عندوش شي توز باش يعاونك صافي، كتهز كتبدا تحط غير مانيوال نتا يعني كتحاول ما امكن مانيوال اصلا يدك كتخفف مع الوقت. anyway نفتحو الكيستيون، بغيت نسولك على طاك النبات بحال مثلا اللي ما وصلكش اشنو كي خصك دير واش ماركي سيل اشيبد بلا ما تحط تراكين اي دي. فوالا خويا اسمح لي انا عاد قريت لا كيسيون ديالك. المهم بالنسبه لهذا البلان هذا كيفاش تراكين نمبر نديرو مثلا، كاينين الشينوا بعدا اول حاجه بزاف كيطيحوا في واحد المشكل، كيمشي كيلقى مثلا الشينوي كيشيبي ليه في نهار، المره الاولى المره الثانيه كيشوف شيبي كيشيب شينوي كيشيبي ليه في نهار الاول، يعني دغيا دغيا كيولي كيدير الهاندلين تايم ديالو نهار واحد، وهذا راه خطأ كبير، يعني تقدر انت تطيح في مشكل ما عمرك تثق في هذه القضية هذه. سين انت دير على الأقل ماشين وعلى الأقل في الهاندلين تايم 3 أيام، ومع أمازون على الأقل يومين. شنو هو الهاندلين تايم؟ حيت كاين شي الناس ما كيعرفوش الهاندلين تايم. الهاندلين تايم هو الوقت اللي كيستغرقوه أو اللي كتستغرقو نتايا باش يشحن السلعة ويعطيك التراكين نمبر، يعني انت خص يكون عندك هذاك التراك النمبر باش تحطو. داز الوقت مثلا افترضوا انك تعطلتي داز الوقت وما عندكش التراك النمبر، ما كاينش مشكل غادي مارك اس شيبد ومن بعد غتدخل التراك النمبر، يعني مارك اس شيبد هي الاولى ومن بعد تا كيوصلك التراك النمبر بيان سور غادي يوصلك في الوقت صافي حطو.
مثلا غنديرو باغ اكزومبل واحد السيد شرا من عندك واحد الايتم مثلا مع 8 ديال الليل نهار اثنين مثلا، انت داير في الهاندلين تايم يومين، نهار اثنين يومين، يعني مع 8 ديال الليل، 8 ديال الثلاث، 8 ديال نهار الثلاث كتحسب نهار، 8 ديال نهار الاربع كتحسب يومين، ولكن باقي عندك الوقت حتى 12 الليل ديالهم هما بيان سيغ باش تابلودي تراك النمبر. المهم ما تضيعش راسك، انت غير شتي الوقت فاتك وتعطلتي ما تخليهش يطلع لك باللي راه تعطلتي ولا نيت، حيت كل ما تعطلتي على تراك النمبر كتماركي عليك، كل ما تعطلتي على الشيبين كتماركي عليك، كل ما تحلو عليك كيس بزاف كتماركي عليك، وهادشي ماشي صالح، كيبدا يطلع لك كيطيح لك الكونت، وكل ما كثر من عندك بحال هادشي هذا كل ما مبقيتش كتبان النتائج عند اي بي، يعني الناس فاش بداو يقلبوا ما تبقاش تطلع لهم من الوالا، وهذا مشكل. فهمتيني؟ الا كنتي كتلعب على اش كيقولوا ليه بيست سيلر، يعني تكون ما بين البيست سيلر، هاد البلان هذا راه ما تقدرش توصلو الا كنتي كدير ليت، يعني كنتي كتعطل بزاف. السلام عليكم. اي سميتو اوتو داس، اوتو دي اس، اوتو دروب شيبين، قلب عليه اوتو دي اس، قلب عليه خاي كونت عادي، غير كتفوت 50 بروداكت كتولي تخلص على كل بروداكت فوق 50.35. واش كاين شي حل باش تحط اكثر من 50 غير باقتطاعات ديال اي بي في كل مبيعة؟ اقتطاع ديال اي بي في كل مبيعة، ولا نفتح ستور اي بي في كل مبيعة، ولا نفتح ستور شحال يمكن ليك تليستي في ستور وشحال كتخلص عليه؟ فوالا هاد السؤال هذا راه ما عرفت راه جاوبت عليه في اللايف، واحد اللايف كنت درتو غير هاد السيمانة هادي اللي فات، هاد السبت وقيلا السابع، نعاودو نشرحو للدراري اللي ما عارفينش. المهم بالنسبة لهاد القضية هادي، انديرو باغ اكزومبل عندك مثلا، عندك مثلا قلت هادي ما كنشرحها وكنعطيها كنبسطها، عندك في الشهر 50 ايتم فابور، انت يا كمبتدئ كيعطوك 50 ايتم كيقول لك حطو ما تخلص لا فيس لا والو، متفقين؟ مثلا عطاوك 50 الاولى، انت عاد حليتي سطور عندك 50 زايدينك في السيلين ليميت، يعني السيلين ليميت ديالك طالع ما عندكش مشكل، غتشد مثلا نهار الاول غتحط 50، يعني واحد في شهر 10 غتحط 50 ايتم، غتحطو بحال هكا، الا حطيتي اولا نفترضو انك حطيتي واحد خو جديد تخلص على 0.35، حيت فات الخمسين الفابور يعني كليتيها. الا مثلا مسحتي شي ايتم وليتي عاوتاني حطيتيه كتحسب عليك حتى هو 0.35، حيت انت اي بي كتعرف غير داك حطيتي 50 كيف ما بغيت، والله جاتك تكون مسحتيها وعاوتي. نفترضوا انك هذاك الليستين ديال داك الخمسين ما درتيش لها وقت محدد، يعني ما درتيش لها 30 يوم، يعني جيتي وحطيتي كما كيقول، جيتي وحطيتي، ماشي جيتي وحطيتي، ولكن جيتي درتي جاست تو كانسلت، المهم تا كتكانسليها هي، المهم تا كتبغي تكانسليه صافي. هنايا كيجي الشهر اللي موراه، الا ما كانسليتيش هذاك الايتم قبل ما تدوز ليه 30 يوم كيتعاود، يعني واحد في شهر 11 غادي تعاود هذيك 30، هذيك 50 ليستين في راسو بوحدو. نتايا هذاك السيلي ليميت اللي كنعطيوه لك في الاول ديال شهر 11 اتولي تاكلو راسو، ابقى لك ما عندك ميدا، ديك الساعات اتولي اوبليجي انك تشري ستور، فاش شريت ستور فشنو هو ستور؟ ستور هو كيزيد يعطيك مثلا الفابور، الا خدينا مثلا ناخدو غير مثال بستارتر ستور كيعطيك 100 فابور، يعني كل شهر 100 فابور، المية فابور مثلا او 100 فابور قيلها 8 دولار، 8 دولار، والاخر 25 دولار بازيك وبريميوم، وانت غادي طالع راه تدخل غير الستور سبسكرايب ليهم، ولا غادي يطلعوا لك ستوريات، يطلعوا لك ستور من ستوريات، يطلعوا لك ستور، المهم يطلع لك هذاك الاخر، وتشوف انت اللي مناسب ليك ومناسب حتى السيل ليميت ديالك، يعني كتمشي بحال هكا صافي مزيان. المهم ناخدو مثلا علاش كنديرو ستور وما كنكملوش، مثلا كل ايتم كنبقاو نخلصو عليه، ما كنخلصوش 0.35 ولكن كنكملو ستور، علاش؟ نقول لكم علاش. ان مثلا 50 كيعطيوها لك فابور،
50 الاخرى، 50 الى جيتي انت ما درتيش ستور وليستيتي 50 جديده، كتولي اوبليجي انك تخلص 0.35 حيت انت ما عندكش ستور. 0.35 ضربتيها في 50، عمليه حسابيه هتقام عليك غاليه، انت ما عندك ما دير بيها. زيد عليها ان ستور كيعطيك الامكانيه انك دير بروموسيون، انك مثلا بزاف ديال الحوايج مهم منهم لي بروموسيون، دير هذاك برومو دير له مثلا طابع على الاثمنه، دير الثمن طابع عليه، دير مثلا دي جوج بالثمن قل من الثمن الاصلي. مهم لي بروموسيون زوين ولا زوين، ستور خصك ديرو نورمال، كاين بزاف ديال الامكانيات. خويا زكريا الكوهن، شي نصائح على السيو ديال اي باي؟ السيو ديال اي باي هو انك تهز شي كلمات مثلا الكيوردز، تاخد مثلا الكيوردز اللي كيخدمو بزاف، دير انت واحد لا ليست كاع ديرها في الوورد ديالك، كل كاتيجوري حط ليها انتيا كلمات اللي كيتمشاو، ودك الكلمات سا ديبون الفصل. مثلا نقول لك دابا الكريسماس، الكريسماس كلمه مهمه، بزاف ديال الناس كيكتبوا في غوشيرش ديال اي باي كريسماس، ولكن على حساب الوقت اللي انت كيقلبوا عليه، ماشي انت الصيف وغادي وغتكتب ليه كريسماس، ولا شهر جوج وتكتب ليه كريسماس، صافي الكريسماس راه داز ماشي وقته، يعني الوقت ديالو غتكتبو، فهمتيني؟ بالنسبه للسيو ديال اي باي خصك تخدم على التصاور، يعني هذيك التصويره ما عمرك ما تحطها غير هكاك، سميها بسميه ديالها مثلا كريسماس ولا سي با، اخذنا حنا كلمه ديال كريسماس. المهم هذا واحد البوان طاح لي في راسي عاد دابا الكريسماس. بالنسبه للايتم سبيسيفيك، يعني هذيك اللعيبه اللي تحت التصاور كاين سميتها ايتم سبيسيفيك، كان الايتم كحل كتب بلاك كولور، كتب له بلاك، ما تقاش ما تكتبش اللون وداكشي، لا كتب له بلاك. مثلا كيس فور ايفون اكس، كتب كيس، كتب فور ايفون اكس، مونسيونيها، يعني خصك تبينها، اللي ما بينتيهاش تقدر ما تطلعش في البحث، فهمتيني؟ كتب كاع هذاكشي اللي عنده علاقه بالسميت، وكاع الكلمات الدلاليه اللي عندهم علاقه بالايتم كتبهم. الديمونسيون هي التالي، شحال الفولتاج مثلا، البوله شحال الفولتاج ديالها، كل شيء هادشي كتبو. كتجي السميتو اش كيقولوا ليه الديسكريبشن، هذوك الكلمات اللي انت كتخدم بهم وقلبتي عليهم لقيتيهم باللي راهم مهمين، حطهم بقى تدخلهم في الديسكريبشن ديالك. ديك السيت اللي سافل داك خونا شنو بان لك؟ ما قلبتوش صراحة، داك السيت مازال ما قلبتش عليه، الا كان سوبلاير، يعني سوبلاير فاش تجي تقلب على شي سوبلاير كنقولو هنايا خارج على امازون وخارج على علي اكسبريس، كتقلب مثلا اول حاجه كتهبط لتحت، يعني كتقلب على الا هضرتي مثلا حصل دي بون، لما الا لقيتي هادشي ولا ما لقيتيش، مثلا كتدخل للسيت ديالو نورمالمون يكون دو سيت، كتقلب له البيزنس بوليسي. البيزنس بوليسي راه معروفه شنو هي، هي ذوتون، واش كيقبل ذوتون او لما كيقبلوش، هذا واحد. واش فابور هذاك ذوتون ولا انت كتخلص عليه، يعني هذاك ذوتون كضرب له الحساب ديالو. شيبين شحال ديال الوقت غادي يشيبي ليا فيه، يعني شيب اوت يعني الهاندلين تايم ديالو شحال كياخد ديال الوقت، خصك تقلب مثلا على سميتو على شيبين، مثلا شحال ديال الوقت باش يوصل الايتم لمولاه، واش 3 ايام ولا يومين ولا سيمانه ولا 10 ايام ولا انا عام سي با، يعني انت خصك تضرب حسابك هنايا، باش الا كان مثلا غادي يفوت 30 يوم موا في ميريكان، لا ما تدخلش للعقل. وكتشوف مثلا الميثود بيمون ديالو، البيمون ديالو من الاحسن تشوفو كيخدم باي بال، يعني باي بال كاين بزاف خدم معاهم، انا باي بال كتدخل كتلقاه خدام باي بال، صافي زوينه. اذا كان خدام باي بال كتخلصو باي بال بخير، يعني هذا سبلاي مزيان. كتجرب تقدر كاع تجرب الايتم الاول الايتم الثاني وتصيفطهم وتشوف، يعني ما تخليش السوبلاي، ولكن صراحة الله السوبلاي على حساب، يعني لكن في امريكا لو كنت باغي تقلب على سوبلاي في امريكا حاجة صعيبة، حيت نورمالمون كيطلبوا لك الرقم الضريبي، والرقم الضريبي ما يمكنش لك تحصل عليه الا ما كنتيش عندك شركة في امريكا، يعني ما عندكش ال اس في امريكا،
يمكنش تحصل عليه. هذا هو المشكل، كيطلبوا لك رقم ضريبي ويقدروا يطلبوا يتجاوزوا معاك، حتى يطلبوا لك فيسبوك ديالك، ويطلبوا لك باش فيسبوك، باش انستغرام، يقدروا يقول لك واش كدير شوبيفاي. يقدروا واحد كاع، انا ديك المرة كنت تعاملت معاهم قال لك عطيني خلص اشتراك، يعني انت خصك تخلص اشتراك معاهم، تشترك يعني تخلصهم باش دروب شيبي البرودويس ديالهم. ولكن الحاجة اللي زوينة، هي انهم كيتعاملوا. عبد الاله ناصر، شنو اللي ما فهمتيش؟ انا عاود نشرح وعاود كتبه. المهم حاجه زوينه كما قلنا، هو كتخدم بروفيسيونيل، كيعطيك واحد السيرتيف باللي راك انت بائع معتمد عندهم، كل شيء كيولي مزيان بخير احسن من الشينوا صراحه الله. واحد القضيه على ديك الكريسماس، كنت كنهضر على الكريسماس على ذكره، الكريسماس الناس اللي خدامه دابا بالكريسماس شحال دابا في الشهر؟ دابا ديجا راه غدا 30، يعني انت الا جا وشرا شي واحد من عندك شي برودوي ديال الكريسماس، خصو يوصلو في هاد 20 يوم الجايه، يعني خصو يوصلو في هاد 20 يوم الجايه. الا ما وصلش نقولوش حنا 30 يوم، لا خصو يكون 20 يوم يجي هاد الكريسماس، راه نقولو من 10 ايام الاخرى. الا تعطل عليه تولي في المشاكل، تولي في الصداع. يعني اي برودوي اللي شتيه نتايا بلي هذاك السبلاير اللي كتعامل معاه في امريكا، في سيبا في الشينوا، غادي تعطل عليك حيدو. يعني هذاك البرودوي اللي كان غادي يجيب لك مشاكل، وتبقى تهضر مثلا مع بقيس صدعك، وهذاك واش غيشيبي لك في الوقت ولا لا، هذاك البرودوي مسحو، انه يقدر يطيحك في مشاكل. انا بالنسبه لي انا صافي. علاش امازون، علاش علي اكسبريس؟ دابا الناس امازون تقدر تخدم بيه خير، يومين 3 ايام بيه خير. زائد ان هانتو الى لاحظتو، مؤخرا في البلاك فريداي بزاف ديال الناس اللي شراو السلعه مثلا على حساب امازون، جاوهم نوتيفيكاسيون بلي البرودوي غيتعطل، او لا البرودوي ما غيوصلش في الوقت. المهم ما غيوصلش في الوقت ولا سي با شنو، بزاف ديال الاخوان كانوا كيجوني الميساج انا حمقوني، كيجيك هذا برودوي ما يوصلش، هذا كدا، انت كتصدق هذا البرودوي ما يوصلش في الوقت، وانا داير مع داك غيوصل له، وهذا وهذا. يعني كتولي في مشاكل. علاش؟ كيكون الضغط على المواصلات عندهم، يعني كل شيء كيشري في هذه الوقيته هذه. المهم هي وقيته مهمه وخصك تستغلها انت، يعني كل شيء كيشري هذه البرودويات هادو، ملي كيشري هذا كيشري مثلا، كيبقى يشري يشري يشري، ملي كيشري كيولي الضغط على هذوك على هذوك يو اس بي اس يو بي اس على هذوك ديال امازون. المهم كتولي انت حاصل، يعني ما خصكش تعطل حتى على الكليان ديالك. المهم ما كاينش شي اسئله اخرين اللي انا كنصح داري دابا اللي كاين اللي خدام بعلي اكسبريس، ياخد هاد المعيار بعين الاعتبار. يعني ما تقولش لا راه غيوصل في الوقت، ولا تقول لي اي باكيت، راه شحال من واحد كيدير اي باكيت وكتعطل عليه، تقول لي لا اي باكيت كتمشي في الطياره سي بيان، كان كتمشي في الطياره وخدامه وهذا، ولكن الا تعطلت على الكليان تولي في ريفاوند، والريفاوند غادي تحسب عليك. يعني ماشي تقول لي انا درت كانسل صافي، راه كانسل راه ماشي مشكل، كانسل راه كتحسب عليك. كل ما كتبتي الكانسل كل ما داك الكونت كيبدا يهبط، وكتجي في الاخر كتقول راه كنت كنبيع شحال هادي مزيان وتقصوا لي المبيعات. علاش نقصوا هاد المبيعات؟ على ود هادشي هذا، على ود الكانسل. بحال واحد الصديق ما عادش البارح هضر معايا، قال لي راه الكونت ديالي طاح، مبقاش ابو في ستوندار، يعني فوق المتوسط ولا بلا في ستوندار. علاش؟ قال لك كتبوا عليا لي كيز وداكشي، يعني كتبوا عليه القضايا، كتبوا عليه الروتون، كتبوا عليه كدا، صافي طاح ليه الكونت. ولا طاح لك الكونت بحال لي خصك نقول لك خصك تعاود تخدم وتقاتل من ازيرو، يعني تبقى تقاتل هذوك. شوف اصلا واش يجيوك لي زوردر ولا لا، يعني كيطيحوك لي زوردر ب 50%، غتبقى تقاتل وتعاود تقاتل وتقاتل باش ترجع الثقة ديال الاي بي. يعني خصك باش تطلع عاوتاني ابوف ستوندار، عاد تقلب على بيست سيلر، تبدا من مقاتلة غير مع التحت عاد باش تطلع للفوق، صافي كيولي هذاك الكونت صراحة الله. خصك تخدم مع الوقت، تبقى تحطها كنابل في الوقت وهذا، يعني شهر مورا شهر، الثاني الثالث شهر الرابع شهر الخامس، صافي كيولي عاوتاني تقدر ترجعو كيف ما كان. هادشي اللي كاين. ستور شحال تقريبا غادي نقدر نحط فيه؟ وبخي ديال كل وحدة
ستور فاش كيولي عندك، ناخدو مثلا غير ستارتر ستور ديال 100 ايتم، عندك الحق تحط 100 ايتم، 100 برودوي ياك. مثلا عندك في السيلين ليميت ديالك مثلا ناخدو عندك 300 ايتم، يعني السيلين ليميت تقدر تحط 100 ايتم، كل ايتم فيه 3 هي 300، هي السيلين ليميت ديالك. هذا هو اللي كاين، يعني 100 فابور، ماشي فابور ولكن كتخلص في الاخر ديال الشهر واحد الانفويس بلي راك انت عندك ستور ديال 8 دولار الا كنتي داير شهري اعتماد شهري. الا كنتي داير على اساس انك داير غير سبسكرايب على اساس العام، راه كتخلص واقيلا 4، وانا ما كنصحكش انك دير العام، دير الشهر وما عرفتش الوقت شنو تجيب، دير الشهر. واحد القضية اليوم تسولوني على الدراري، وكانوا بزاف صراحة الله كيسوي على هذا البوان هذا، هو تيقول لك مثلا الفيس ديال دات كانسل شي برودوي، دات مثلا كانسل او لا دات روتون شي ايتم، سي با درنا حنا هذاك الروتون داك الايتم وصل لمول، وصل يعني صافي رجع، وصل عند الامازون ولا وصل عند السبلاير ولا وصل للشينوا، جو سي با فين دات انت هذاك الروتون. كيقول لك واش هذوك الاقتطاعات اللي ديال باي بال و اي باي واش كيرجعوا؟ نورمالمون خصهم يرجعوا، يعني خصك تدخل الباي بال ديالك وغادي تلقاهم رجعوا، وفي الاخر ديال الشهر غتمشي تشوف هذيك الانفويس، يعني هذيك المهم فلوس اللي غادي تخلص، وغادي تقول باللي راه راه سميتو راه تقلب تلقى باللي راه ردوا لك فلوس، يعني قلب 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 قلب، اه هادي ما ردوش ليا يعني الفلوس، اجي نقلب واش ما ردوش ما ردوش، اش غادي ندير؟ غنمشي غنصوني عليهم، سلام سلام راه ما عندكم مشكل في الانفويس، عافاكم راه هاد البروبليم هذا خصكم تحلوه ليا، يعني يحلوا لك هاد المشكل غير دوك فلوسك داكشي، مثلا شحال ما كان عندك ديال الروتون والرزق ديالك وكدا رجعوا لك فلوسك. هادشي اللي كاين اخوتي، يعني رجع لك فلوسك، الا ما رجعوش لك فلوسك راه ما يمكنش، راه ضروري كتحاسب مع كون قزاز، حيت كوم هما كيتحاسبوا معاك على هذاك الايتم اللي زايدو ب 0.35، تحاسب معاهم حتى انت على 0.35، حيت هذا كتبقى بيزنس وكيبقى الفلوس داخله خارجه. نورمالمون انسان راه واخا تكون غير درهم تحاسب عليه على رزقك هذاك، فهمتيني؟ علاش باش الشركات الكبار كيطلعوا؟ الشركه الكبيره ديما كتقول لك نقص ما كتنقصش البروفيت، او كتحاول ديما تنقص لي كو ديالها، لي كو كنقولوا هذوك ترونسبور على كل شيء، هذوك اللي الوراق كل شيء داكشي ديالهم اللي يقدروا يخسروا باش يديروا لك واحد البرودوي كيحاولوا ينقصوا منه. المهم هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للناس اللي كدير ستور وما كتستافدش منه مثلا شهر كامل باغ اكزومبل، مثلا تقدر تصوني عليهم او لا سدوك مثلا كونت، بحال واحد صديق ديالي كان سدوا ليه كونت على شهر كامل، سدوا ليه كونت كامل شهر سدوا ليه، البروبليم شنو وقع؟ مشى لقاهم حاسبين عليه ستار، هو راه تسد ليه الاي باي ديالو، بقاو سادينو ليه كيتقاتل باش يردو كيتقاتل، في الاخر لقاهم حاسبين عليه ستار، هو ما خدمش بيه اصلا، هو يقول لهم عطوني رزقي انا قاطع ليا قدا وقدا، عطوني رزقي يعني هو ردو لي رزقو، يعني هضر معاهم ردو لي رزقو، يعني ما كانش مشكل. تا اي باي صراحة المهم بحال دابا بزاف الحاجات تقدر تسولهم، كاين شحال من واحد كيمشي كيسولهم الو سامعكم بغيت نسول هي مرحبا شنو نقدر مثلا نبيع، يقدر شي واحد يعطيك مثلا لي زانفورماسيون، او لا تقول لي مثلا او لا مثلا تقول لي مثلا سي با تسولو على السيلين ليميت، تقول له مثلا زيد لي السيلين ليميت، راه حاجة بسيطة السيلين ليميت، راه سلام الناس بزاف كتلقاو مشكل على السيلين ليميت، راه ما صعيبش تهضر معاه مثلا على السيلين ليميت، سلام سلام سيلين ليميت بغيت نزيد I want to increase my سيلين ليميت، يقول لك اوكي اسولك على المعلومات ديالك المعلومات الشخصية وكذا، وحاولوا ديما تهضر معاهم مؤدب، ماشي هالو I want to increase my سيلين ليميت، ماشي كون مؤدب نتايا، هي هما كيبغيو تجي عندو ديريكتومون، ولكن لا هاي هاو ار يو كدا كي داز الاسبوع ديالك مهم كيفاش مع الخدمة وهذا، ودخلوا ديك الساعات للسيجي عافاك كان يو هيلب مي بليز اي وانت يو سي بروز بليز كان يو انكريز ماي سيلين ليميت، نقول لك يس اوكي، سولك على المعلومات ديالك تعطي المعلومات ديالك عادي جدا صافي، اي معلومه اي معلومه طلبها منك مثلا غنقول لك
زيب كود يقول لك مثلا هو كود بوستال، قلب مثلا نيميرو التليفون كاع داكشي اللي كيخصو باش يفيريفي بلي راك انت. من بعد غيدوز عندك لاطاب تانية، يقدر يدوز معاك هاد لاطاب هادي، يقدر ما يدوزش معاك، سا ديبون نتا الكونت ديالك واش جديد ولا قديم، واش معروف عند اي باي ولا لا. كنتي قديم راه يقول لك مرحبا، كنتي جديد غادي يقول لك شنو النوع ديال لي برودوي كتبيع. تقول مثلا هوم اند كيتشن، مثلا هوم اند كيتشن كنبيع هوم اند كيتشن مزيان مزيان هوم اند كيتشن، شكون هو السبلاير ديالك؟ تقدر تقول له مثلا السبلاير ديالي من تشاينا، يقول لك اه اذا انت يا دروب شيبر، تقول لهم ياس اي ام دروب شيبر، يعني فاش كتكون انكريز ليميت شي مشكل هنا، واخا تقول لي دروب شيبر كيقول لك مرحبا حيت مقبوله. اللي ما مقبولش هو انك في الاول كاع ملي كيسدوك بو فيريفيكيشن تقول لهم باللي راه دروب شيبر ما كيقبلوهاش، ولكن من بعد فاش كيكون دابا بحال السنه اللي مات كيقول لك صافي دوز وهانيه، اصلا ما عنده ما يدير ليك، صافي كيعاونك. ما كتقول ليه مثلا كيقول لك علاش بغيتي هاد الايتم ديال، علاش بغيتي تزيد الليميت ديالك، علاش بغيتي نزيد الليميت؟ انا عندي واحد الاخر هضرت مع السبلاير ديالي، السبلاير يقدر يسولك على السميه ديالو، كله مثلا شي سميه من الانترنت او شي ستور في امازون ولا تجي المهم سي با، المهم قلب في جوجل مثلا، غادي دير مثلا غير في جوجل سبلاير فروم يونايتد ستيت هوم اند كيتشن، غيطلعو لك ليستا، جبد غير شي واحد وقول له هذا، هو ما عنده ما يقول لك، غادي يقول له اوكي يو كان شيكيت، غير قلب عليه غيطلع عليه صافي هذا انا كندير معاهم الخدمه صافي. غير ما تكون شي ماركه باش ما تفرطهاش نتايا، تكون غير شي ماركه عاديه بسيطه صغيره صافي، هادو كنخدم معاهم انايا صافي. المهم كتهضر معاهم صافي راه كيزيد لك، راه اسهل حاجه هي هادي، راه ماشي حاجه صعيبه، يعني الثق في راسك تكون غير مبدا ديال الثقه في النفس وصافي. غادي يسولك رجع السؤال، يسولك علاش بغيتي تزيد هاد السيلين ليميت، علاش بغيتي تزيد تطلع النيفو ديال السيلين ليميت، غادي تقول له حاجه واحده، عندي كاتيجوري بزاف او بلاش كاتيجوري، تقول له عندي ايتمز بزاف وعندي فاريشن، والفاريشن ديالي هاد الفاريشن هادي نورمالمون كتحتاج الاخر، كتحتاج اش كيقولوا كتحتاج السيلين ليميت، كتحتاج مثلا فاريشن عندي مثلا سيبا، انا كنبيع واحد التوستر مثلا، توستر في الالوان، عندي الفاريشن ديال الالوان والاحجام صافي. ما نقول لك شو هو، بالعكس انا فاريشن خصك ضروري تطلع النيفو، ما كاينش مشكل، راه الدراري كيزيدوا السين ليميت، غير اليوم زادوه ثلاثة، يعني هذه غير نصيحة للدراري وصافي. بالنسبه للفيدباك اخي، شي نصيحه كيفاش نجمعهم؟ اخي ما نكذبش عليك، انا النهار الاول فاش بديت كان عندي مشكل ديال الفيدباك، تنقول لا الفيدباك هو اللي ما كيخلينيش نبيع نورمالمون، لا هذاك اللي غيشري من عندك ما كيهموش، كيهمو اي باي هي اللي كتبيع البرودوي، هو داخل الاي باي غيشري مني ما شرا، ما كيهموش واش الفيدباك عندك زيرو ولا لا، هو كيشري من عندك، يعني كيشري صيفط لي الايتم ديالو، راه كنعقلو شحال بعنا وحنا زيرو فيدباك، يعني ماشي مهم الفيدباك كباز. اي تقدر مثلا تدخل تشري واحد التصويره، غتمشي غتقلب تشري واحد التصويره ولا تمشي تشري ام اي ستودنت، تقدر تشري ام اي ستودنت بدولار واحد يعطيك عليه فيدباك، او لا تمشي سيبا تمشي تشري شي ايتم بواحد دولار او لا في المزاد اوكشن تمشي تشريه ويحسبوه عليك وتشري، ولكن ما تكتش من هذه القضيه هذه، حيت اي باي راه تعيق بيك، اي باي غتقول لك بلي راك باغي تطلع سميتو الفيدباك ديالك، وهاد الشيء راه كتعيق بيه، راه ماشي انت راه غتجي غتضحك على اي باي، راه ما كاينش هادشي. حاول المهم تبقى تشري غير 3 4 5 كاع، وشريهم في مدة متفرقة، ماشي غنشريهم في نهار واحد، راه باينة مفروطة، انت مثلا يومين غنشري فيها فيدباك، او لا 3 ايام دوز 3 ايام اخرى نشري فيدباك، دوز 3 ايام اخرى نشري فيدباك اتسيتيرا. اب يعني وهنا خدام عادي، والفيدباك كيجي مع البيع، كل ما بعتي كل ما كان واخا انا كيبان لي صراحه الله تقدر دير 100 مبيعه وتجيك منها 10 ديال الفيدباك صافي، الله يجعل البركه، راه هادشي اللي كاين. خلي لهم واحد الميساج، واحد القضيه هنا في ميريكان كيديروها بزاف، كتخلي ليه انت ميساج، كتبقى عنده هو اصلا فاش كيشري كتبقى عنده واحد نوتيفيكاسيون بلي خصو يخلي فيدباك، فهمتيني؟ نوتيفيكاسيون بلي راه غيجي فيد، راه غادي خصو يخلي فيدباك،
هو كيشوف هذاك البرودوي، عجبو البرودوي، كان عجبو ومهم عجبو وصلوه في الوقت وهذا، علاش كنقول للناس خدم بامازون ما تخدموش بعلي اكسبريس؟ على ود الفيدباك، الفيدباك راه غير كيطلع بامازون، علي اكسبريس كيتعطل البرودوي، وكل ما تعطل البرودوي كل ما الفيدباك تعطل، وهذوك الناس تا كيدوز واحد المده هو عنده هذاك الايتم، تا كيتاكد منهم اللي راه مزيان وخدام مزيان كيخليك فيدباك، فهمتيني؟ ما عجبوش ما تبقاش تقول ليه دير لي الفيدباك، صافي ما عجبو نتايا ما تبقاش تقول ليه كل مره صيفط لي الفيد قول لي دير لي فيدباك دير لي فيدباك، باش ما يجيش لك النيجاتيف، حيت هو يقدر يكون ما عجبوش ولكن انت صدعتيه، ما عجبوش وما دار لا فيدباك لا والو، ولكن انت صدعتيه ومشى دار لك النيجاتيف فيدباك. علاش اخويا انا كنقلب على الصداع؟ ما نقلب على الصداع لا والو، غنخلي ليه ميساج واحد ونخلي ايباي دير خدمتها، ايباي كدير خدمتها كتطلع له واحد النوتيفيكاسيون في الجنب، خلي لذاك السيد فيدباك شريتي خلي فيدباك، واغلبيه ديال لي فيدباك كنشوفهم انا كيجيو في نهار واحد سبحان الله العظيم، مثلا الحد والسبت الناس كتكون ما خداماش، كتدخل الايباي كتبغي تسوق كيطلع على هذيك النوتيفيكاسيون كيبرك يقول لك اه هذا البرودوي هذا كنت شريته السيمانه اللي فات، السيمانه الشهر اللي فات، اه زوين خدام فيدباك، اه جاني في الوقت فيدباك مزيان صافي فيدباك، يعني هنا هكذا كيمشيو هاد الناس هادو. ولكن هو كيما قلتي حنا تا كتاسيي وتشوف هاد البرودوي خدام ولا لا، راه قد يكون واحد البرودوي ما خدامش ليه و اي عجبو النهار الاول وصافي، يقدر يكون ميك عليك، يقدر يكون جاه الثمن غالي، فهمتيني؟ جاه الثمن غالي مبغاش يخلي لك فيدباك، صافي خليه صافي ما كاينش مشكل. واحد البلان كاين شي دراري كيوصلو 200 مبيعة كيسدو ليهم الكونت وكيطلبو منهم انفويس، انا بصراحة ما فهمتش منين غادي نجيب انفويس، مثلا انا كندروبي من عالي، واش في كل حالة حاجة شريتها غادي يعطيها ليا السيرر ولا شنو؟ واخا هنايا اللي كيخدمو بعلي اكسبريس ونورمالمون كتمشي عند علي اكسبريس تشري السيرر، من الاحسن تتعامل مع واحد جوج ولا ثلاثة سيلر ولا سا دابون، داك البرودويات اللي كتحط واحد 10 سيلر فلتريهم، كيصيفطو لك البرودويات في الوقت كيتعاملوا بروفيسيونيل معاك، خدم مع هادوك 10 متفقين، هادوك 10 حاول تجيبهم للسكايب او لا اش كيقول لهم غالبا غتلقاهم يعطيك السكايب هو في البلاصه كيعطيه، كتقول له نهضر معاك يقول لك هاك السكايب ديالي دوي معايا، هو كيبدا يتعامل معاك بروفيسيونيل، كيصدو صاحبك تخليه بروفيسيونيل في الجيم كتولي صاحبك، مني كيولي هذاك الصديق ديالك كتشد هذوك كتشد هذاك سميتو اش كيقولو كتشد مثلا داك الباز دوني ديال السبلاي، تقدر تاخد حتى واتساب ديالهم كتهضر معاهم كتقاد صافي، اي ايتم جديد اي حاجة جديدة كتقولو بارطاجيها معايا، تقدر تقولي عطيني الليستة ديال البرودويات ديالك، تهضر معاه تاع الفيرو تقول له مثلا هاد لي برودوي هادو انا راه عاد جديد وبغيت عافاك الله يحفظك انا راه كنخاف نطيح من لي برودوي فيرو، عاود ليا على الفيرو واش هاد البرودوي هذا واش باتونت واش فيرو واش باقا شاده فيه الباتونت، حيت براءة الاختراع عندها مدة وكيحيدوها، من بعد كتولي العامة مثلا كتبقى تسول كتهضر معاك كتهضو صاحبك، فهمتي؟ نجيك من الاخر كتاخد ديك 10 هادوك 10 فوق تما بغيتيهم فوق تما حبيتي كتقول له اعطيني انفويس، فاش غيعطيك انفويس ماشي غيدير لك مثلا اصلا في باي بال الا طلبوك انفويس غيطلبوك دير 5 الاخرين او لا، المهم يطلبوك سا ديبون شحال، يقدر يطلبوك وحده الله يجعل البركه، اصلا مع هذاك السيلر تقول له اعطيني انفويس بسمية ديالك وبالكاشي، يعني تكون فيها كاشي وبسميتو وبسمية داكشي ديال السمية اللي شرا من عندك وداك الصداع كامل، ميمونسيونيش يخليه خاوي، يعني نهار اللي تكون عندك مثلا او لا يديرها بسميتك نتايا، يعني مثلا غادي يديرها بسميتك ماشي بسميت البائع، غادي يديرها بسميتك، غتشد مثلا غادي يمونسيوني هادشي كامل، ما يمونسيونيش الا لا دات وما يمونسيونيش الكالي الكونتيتي وصافي، يعني دير السميه ديالك او لا خليه يقول لي ما دير لها سميه لا والو، تبقى عندك خاويه غير السميه ديالو والكاشي وصافي، نهار اللي يطلبوا لك نتايا الانفويس اش غادي دير؟ ماشي غتطلب ليهم تحط انت غتعطي الباي بال انفويس او لا اي بي اس تعطي انفويس وجمع عطوه وصافي، هيا انفويس وغتقول لهم هيا شد
لا خصك ضروري غادي دير مثلا كونتيتي، بلي راك انت شاري كونتيتي كبيرة، هذيك الانفويس فيها كونتيتي، دير فيها واحد 100 ولا 150، موديفي عليها ياك، غادي دير السمية ديالك والكنية والستونات كاملين، يعني هذيك انفويس ديك الساعة تقدر انت كتخدم عليها، المهم داكشي وصافي، والكونتيتي ولا دات، لا دات هي المهمة، يعني كتحاول انك مثلا دير 100 10 50، المهم شحال شريتي، ما يكونش داكشي متعارض مع اي باي، مثلا اي باي حاط 50 في الكونتيتي انت تجي ديري 10، لا دير بلي راك شاري 50 انت ولا شاري 100 ولا شاري بزاف، يعني باش باي بال راه كيدير معاك. في حالة ما باي بال طلب منك الوراق ديال السبلاير ديالك، حاول انك تشوف مثلا شي سبلاير يدير معاك هاد القضية هادي، راه ساهلة، راه تهضر معاه تقول له عافاك عطيني كونفونسيون انا وياك، عطيني كونفونسيون انا وياك صافي، غيكتب لك سميتك وهذا وهذا وشي لعيبه ودير فيها كاشي وعطيها ليهم ولا يقبلوها، فهمتيني؟ بالناس اللي كتخدم مع امريكا حاول تلقى تخرج على امازون، راه ما كاينش امازون والمارت وداكشي، راه كاينين سبلاير، كاينين شركات سير عند المصدر ديال البرودوي، مشيش عند امازون، امازون راه وسيط، تعرف هاد القضية هادي، امازون وسيط، يعني هي كيجيو الناس وكيحطو فيها البرودويات ديالهم، خص يكون عندك شوية العقل، سير عند هاديك الشركة اللي حاطة البرودوي ديالها في امازون، حاول تدوز ليها يعني تاخد السمية وتكونتاكتيها، ملي تلقى السيت ديالها تكونتاكتيهم، تصيفط ايميل الو اي ام دروب شيبر طن 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 طن، هضرت كبيرة على كيفاش تكون البيزنس بوليسي ديالهم في الاول ديال اللايف، شي كامل غنسجلو غنلوحو في يوتيوب باش يستافدو منه كل شيء، تهضر مع هاديك الشركة قول لهم واش كتقبلو دروب شيب بروغرام، سيوي مرحبا سينو قلب ساعة بساعة وعاود قلب، وانت غادي الا سيوي غادي يعطيوك واحد السيرتيفيكا بلي راك انت يلاه معاهم وهذا وهذا، كاين اللي كيعطيها كاين اللي ما كيعطيهاش، على حساب انت، على حساب النيفو ديال البروفيسيوناليزم ديالو، اللي كان طالع النيفو راه حتى هما كيكونوا عندهم متطلبات، هادشي اللي كاين بالنسبة للاخر، وكيعطيك هذيك السيرتيفيكا كتقدر تهضر مع باي بال، الو انا راه دروب شيبر وها السيرتيفيكا ديالي انايا صافي، كتحطها ليهم تما كيقبلوها، هادو بالنسبه للانفويس، بالنسبه لورق الشركه، المهم ما هضرش على الاخرين، لا كارت ناسيونال ما نقول والو على لا كارت ناسيونال ولا شي، ما هضرش عليه، هضر مثلا ورق الشركه، ورق الشركه يا خويا كدير مثلا مقاول ذاتي، مقاول ذاتي عندنا 15 يوم باش تخرج، يعني باش نكون واضحين، غتمشي لجوجل دير مقاول ذاتي في المغرب او لا تسجيل في المقاول الذاتي، هتعمل المعلومات ديالك كدا كدا كدا، غادي الاي كوميرس وداكشي، المهم معلومات حقيقية ديالك، غادي تجمع داك الاخر صافي، غادي تسجل، هتخرج هادوك الوراق واحد 3 ديال الوراق غتخرجهم، غادي تدير فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال وغتمشي لا بنك ديالك، هاديك لا بنك اللي كنتي داير السياش بلا ما تدع راسك، ما كيدوش هاد اللعيبة هادي، تمشي لا بنك ديالك لو معافاك بغيت نصاوب بطاقة المقاول الذاتي، تقدر لا بنك ديالك تكون كديرها، إذا كانت كدير لا بنك ديالك تعطيهم غير هادوك لي تخوا بابيي وتعطيهم ديك الفوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال، غتحطها ليهم وغادي تعطيهم واحد جو سي با 26 درهم ولا 27، المهم شي حاجة بحال هكا، تعطيها ليهم وغادي يصاوبوك لا كارت بالضبط في 15 يوم، تمشي تاخد لا كارت المقاول الذاتي ديالك مزيانة، ما كانش غتمشي لا بوست ديالكم، اقرب بوست تقول لهم بغيت نصاوب مقاول ذاتي، مرحبا يقدروا يقولوا لك صاوب كونت، يقدروا يقولوا لك لا، قول لهم انا عندي كونت في بنكه ما ديروش، يعني ما ديش معاهم الكونت، يقدر يبزو عليك دير الكونت، ففي حالة ما تفهمشيش معاهم وبزو عليك دير الكونت، ديرو ب180 درهم، غتعطيهم 180 درهم تحل الكونت، كونت في لا بنك ديال البريد بنك وصافي، غتخدم بيه عادي يعني عادي، وغادي يعطوك يخرجوا لك 15 يوم، هادشي اللي كاين، هادي كتفيريفي لك باي بال، يعني فاش كتجيك باي بال كتفيريفي ليها، نتمنى هاد السؤال مبقاش يتطرح ديما، انه صافي راه تشرح فهمتيني، في حالة ما قديتيش تجيب هاد المقاول الذاتي، كاينة شركة في امريكا او لا دي شركة هنا في المغرب، الا كنتي موظف ما عندكش الحق دي شركة، ما عندكش الحق في المقاول الذاتي انك موظف، الو غادي تشد هذيك الاخر، غادي تدير مثلا شركه بالاسم ديالك ولكن ماشي بالجاره، غيجيريها لك شي واحد، يعني او لا ديرها بشريك، شركه مثلا بسميت الوالده، يعني غتشارك معاك
هي غتجريها. هادي حتى هي دايزه ما كاينش مشكل، القانون كيسمح بيها. تقدر مثلا دير ال ال سي في امريكا. ال ال سي هي شركه بحال ساغل في المغرب، سوسيتي ا دي ريسبونسابيلتي ليميتي، ليابيليتي ليميتد ما عرفت بحال هكا، ليابيليتي المهم بحال هكا ال اس. كنت بغيت تخرج لي هاد الزمان هادي. المهم تمشي غادي دير هاد ال اس سي هادي، تصاوبها باغ انترنيت. كيكونوا وسطاء هما اللي كيصاوبوها لك، يعني كيصاوبوها لك بواحد البخي سيبا ما عرفت على حساب مثلا واحد انا شفت اقل ثمن تقدر تصاوبها هي 1500 درهم، يعني اقل ثمن تقدر تصاوبها، وكيعطيوك واحد الرقم ضريبي اتسيتيرا. يعني هاد الشي هذا نحاول انني ندير عليه شي فيديو من بعد، خاصة هاد ال ال سي هي باش كيصابو الناس سترايب، و سترايب هو باش كندخلوه في شوبيفاي. المهم سيتي ميثود دو بيمون اتسيتيرا. المهم انا كنصح دابا الناس اللي الاخر نديرو غير مقاول ذاتي وصافي. ما عرفتيش ال ال سي راه حل حتى هي، ممكن تقلب عليه باغ انترنيت. ما تزيدوا اسئله ولا نحبسوا اللايف، حيت ما عرفتش انا ما كاينش اسئله بزاف. صاد كي ندير نطلع البروداكت ديالي في لي بروميي باج د اي باي. هاد القضيه خويا ياسين دويت عليها، خصك تخدم على السي او ديال اي باي. دويت عليها في الاول ديال الفيديو ملي تتعاود الفيديو، وربما ما كنتيش معانا. ودويت على البرايس، يعني البرايس كيلعب دور حتى هو. الا كنت باغي في الاول ما تربحش، يعني غير تبيع، ومن بعد فاش كيبدا يبيع تبيع لك هذاك البرودوي كتبدا تطلع له الثمن. يعني انت ما خاصر فيه والو، انت غير كدوز لك ايتم وصافي غادي وكتطلع. هاد الناس هادو كيخدموها الناس في امريكا بزاف. واحد القضيه بالنسبه للناس اللي كتسول على الكاش باك، انا كنت حطيت واحد البوست على الكاش باك في البروفايل ديالي وفي الجروب ديالي وفي الجروب هنا في في اي بي. المهم الناس اللي كتسول على الكاش باك، كاش باك مهم هنا كيستعملوه مثلا الناس اللي كيديروا بزاف ديال لي زوطا في النهار، وتقدر ديرو حتى نتايا، ولكن غيطلع لك داكشي بشويه ثقيل. المهم غادي دير هاد الكاش باك هذا، مثلا تيجيوك مثلا 50 اوردر في النهار، 100 200، وهداك الكاش باك راه باش تشد منه غير 10 دولار ديال الكاش باك، او 20 دولار ديال الكاش باك. تبارك الله، راه في النهار ديتي 20 دولار، راك معلم اصاحبي. راه من داك الميتين 200 اوردر اللي دوزتي 20 دولار، تبارك الله مزيانة، فهمتيني؟ يعني كيجيك هاد العدد الهائل ديال المبيعات، خصك ضروري تستافد منه. واخا تشد نتا واحد 5 دولار في النهار، راه رديتيهم فلوسك، يعني حطيتيها وديتيهاك، عافا غتولي لك من بعد، فهمتيني؟ يعني كاش باك مهم. وتا الناس اللي عاد بادية تخدم داك الكاش باك راه زوين، يعني كتخدم بيه كتبقى تجمع بيه فلوس واحد المدة، واحد 3 شهور سيبا 3 شهور واقيلا، جميع السيتات 3 شهور باش نكونو واضحين. 3 شهور كدوك فلوسك، يا اما كيعطيهم لك في الباي بال لحساب السيت، يا اما كيعطيهم لك كغيفت كارد. غيفت كارد يا اما كتبيعها، يا اما كتشري بيها برودوي ويا غادا. يعني هنايا غيفت كارد وانت خدام. فوال ليميتد ليابيليتي كومباني، فوالا ما كتبغيش تخرج ليا هذيك الزمان ما عرفتش علاش. عبد الاله ناصر، عندي جروب خوض ميك موني فروم دروب شيبين اي باي كدا كدا كدا، ولكن هذا ديال الاخ ياسين كنتعاونو فيه كاملين، كنباطاجي هنا المعلومه وكنباطاجي عليه. هذاك الجروب غادي نحطو داتو على حسب باش ندير الدوره ديال اي باي، يبدا يدخل بنادم ليه مرحبا به هنا ولهيه. واخا هاد الجروب نورمالمون صراحة الله شوية دايرينو على ود مثلا مثلا ناس تكون كتيق في بعضياتها، يعني راه صراحة الله صعيب تدخل له. واخا كيبغي يدخل له بنادم كيبقى معلق تما، علاش؟ انه باش اللي بغى يبيع شي صود، اللي بغى يبيع شي كيبس كات، اللي بغى يبيع شي حاجة كيكون معروف، فهمتيني؟ كنعرفك وكتعرفني، يعني هنايا ماشي غادي نبيع لك انت ولا تبيع لي وتنصب عليا ولا نصب عليك، فهمتيني؟ يعني حتى واحد ما كينصب على الاخر هنا. هذاك الشيء علاش يعني جروب ديال سميتو. وان شاء الله راه ناويين نديرو ميتينغات، لي ميتينغ مثلا تجمعات بسيطه نديروها، ونحاولوا اننا ان شاء الله المهم نجمعو ونقادو بيناتنا بلانات كما كيقولوا. راه بزاف ديال الدراري كيستافدو، ونجيبو حتى الناس كاع، على نجيبو شي ناس هاربة في النيفو ديال فوركس، ناس هاربة في النيفو ديال دروب شيبين، ناس في شوبيفاي،
الناس في امازون، اف بي ا، الناس في اش كنقولوا، في ريسكين، كاع هذوك لي دومين كاملين نحاولوا اننا نجيبهم، شوبيفاي كاملين يجيو مثلا كتكون معلومة متبادلة. يعني حنايا هنا سواء انت مبتدئ سواء جديد او لا قديم كتستافد، يعني كتستافد وتفيد وتفيد، ده هو البلان. خويا ايوب الله يرحم والدي على لي زانفو، تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. المهم ما عادش انا ما كيطلعوش لي لي ميساج الا ما كانوش تيطلعوا هنايا الاخر، نحبسوا اللايف ديالنا ان شاء الله صافي، حيت الحد ديالو هذا. حاولنا نعطيو شي معلومات بساط، ما عرفتش بنادم ما سولش بزاف، ماشي جوغ ديال الاخر، ماشي ويكاند، يعني كيكون لنا لايف نهار كما كنقولو نهار الخميس ولا الجمعة، كيكون شوية ما كيكونش الناس. المهم باش نحبس هاد اللايف ولا نكمل، الله يحفظك خويا ايوب، الله يحفظك اخويا ناصر، مرحبا مرحبا. هادشي اللي كان، المهم الا كانو شي اسئلة دابا يتطرحو ما كانوش باش نسدو هاد اللايف. ان شاء الله غادي ننشرو على لاشين ديالي ونخليكم رابط باش ديك لاشين تطلع حتى هي، ويبقى هذاك اللايف ريفيرونس، يعني اي واحد يستفد منه، ما يبقاش حكر على جروب او لا حكر على شي ناس، يعني ريفيرونس كاع دوك الناس اللي زابوني فيه يتفرجوا له. هذا هو المهم عندنا، جميع الناس تفرج لهذاك اللايف ويعجبها بالنسبة ليا. برام 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 الله. اوكي اون با صافي، انا هنا كيجيوني لي ميساج في البريفي، في البريفي كيجيوني دي ميساج، يعني على حساب كيسولو الناس، ما عرفتش انا ما كاين لا اسئله لا والو. الوغ غنحاول انسد هاد اللايف هذا. المهم بون شونس اللي بدا الله يسهل عليه، واللي مازال ما بدا يبدا، اللي عنده شي مشكل اللي يحاول يحلو راسو، ما يقلبش على شي واحد يحل ليه البروبليم، اللي هو راسو، حيت من هكذا كنتعلمو هادشي اللي كاين. المهم نحاول نحبس هاد اللايف، غادي تلقاوه في لاشين ديالي، غندير ليه بيبليكاسيون ديالو نخلي ليكم، فهمتيني، يبقى ديما طالع شوية الفوق. هادشي اللي كاين، الناس اللي ريسبو مثلا بحال هاد الدري سميتو هشام، راه ريسبو ديال مراكش، يحاول يدير الميتينغ ديالو، واخا يحضرو غير جوج تلاتة د الناس، واخا صراحة الله ما كيشجعش هادشي، يعني بنادم ما كيدخلش وحنا كنضيعوا وقتنا غير هكاك، يحاولوا ديروا ميتينغات اتسيتيرا.